السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد العزيز حسن. احنا في الدرس اللي فات وصلنا في التقطيع لحد الجزئية دي. اوكي، هنبدأ بس نخفي الجزء ده عشان نقطع بقية الأجزاء. احنا كده خفيناه، نظهر بقى بقية الأجزاء اللي هي أجدد المواضيع والكلام ده والهيدر. احنا دلوقتي هنقطع الهيدر، هنختار اول الاداه اللي اسمها سكايل سيلكت تول، وندوس هنا على السيلكت اللي احنا كنا عاملينه، وندوس باك سبيس الزرار اللي احنا بنمسح بيه عشان نمسح بيه السيلكت. بعدين هنقوم رايحين جايبين سيلكت تول تاني، وبعدين احنا ممكن ناخد دي كصوره كده برضو، بس الاول نجيب الباك جراوند عشان ناخد الشادو. طبعا مش هتظبط غير لما تزوم، تعمل زوم وتبدأ تظبطها. بالشكل ده كل جنب هتلاقي فيه نقطة كده صغيرة، هي اللي تقدر تسحب منها وتكبر منها السيلكت بتاعك. بالشكل ده، وبعدين زي ما احنا متعودين هنخفي الباك جراوند خالص، ونخفي بقية اللايرز كلها مش محتاجينها. بالشكل ده بحيث تبقى دي لوحديها، وبعدين ندوس فايل سيف از، بعدين نخلي بينج، ندوس سيف، هنرجع هنا ونعمل فولدر جديد اسمه لوجو، ده اللوجو بتاع الموقع يعني، ندبل كليك عليه ونسمي الصورة لوجو، نقول له سيف. اوكي، هنروح برضو على الديسكتوب على الفولدر اسمه ديزاين فور عرب ايمج اللي احنا هنحط فيه الصور بتاعتنا، هنلاقي اللوجو بتاعنا اهو، هنمسح كل الصور اللي احنا مش عايزينها، هنخلي اللوجو بس هو اللي موجود بالطريقة دي. اوكي، هنروح برضو نجيب الأداة اللي هنمسح بيها السكاي سيلكت تول، ندوس على السيلكت ده ونمسحه بالباك سبيس، وبعدين نخفي الهيدر مش محتاجينه خلاص. هنظهر بقى اللي هي بتاعت اخر اخبار واجدد المواضيع، نظهرهم عشان هنقطعهم هما الاتنين، هياخدوا نفس التقطيع بالظبط. هنقطعهم ازاي دول؟ طيب احنا هناخد جزء صغير منهم ونمدده، يعني هناخد جزء صغير ونعمله ستريتش بحيث نقدر نتعامل معاه. ازاي هنفضل ازاي؟ هنجيب سكاي سيلكت تول تاني، وبعدين نبين الخلفية الأول عشان ناخد الشادو بتاعنا، نبدأ نعمل سيلكت الجزء الأولاني في الصورة اللي هو الجزء ده بالشادو بتاعه بالشكل ده، وبعدين هقوم جايب السكاي سيلكت تول دي وأقوم دايس على السيلكت ده وأقوم دايس اول وأقوم ساحب الت، عمل لي كوبي من السيلكت، وهدوس شيفت عشان يفضل على نفس المسار على نفس المستوى يعني. بعدين ازوم واظبطه بالاسهم شويه شمال، يبقى انا ايه اخدت اول حته في السيلكت، اول حته في الشكل بتاعي، واخر حته فيه اللي هي الاركان بتاعت الشكل، وهناخد جزء من النص، اي جزء من النص بس بشرط ان هو يكون بنفس المساحه، ويفضل ان احنا ناخد منها كوبي، يعني نجيب سكاي سيلكت تول وندوس عليها وناخد منه كوبي، ندوس الت ونسحب، يبقى احنا اخدنا منه كوبي بالشكل ده. اوكي، هيبقى عايزين ناخد بس اخر اخبار دي، الصورة بتاعت اخر اخبار دي، هنقوم جايبين ال سكاي تول ونقوم محددين الصورة بتاعت اخر اخبار دي بالشكل ده. اوكي، بعدين ندوس عليها الت ونسحبها، نجيب الاول سكاي سيلكت تول وندوس الت ونسحب، وناخد الصورة التانية بالشكل ده.
اوكي كده. طبعا احنا مش محتاجين الجزء اللي تحت ده، احنا ما هي هي، لان احنا واخدين ده كوبي من ده، فاحنا هنقطع اللي فوق وهنستخدم اللي فوق برضو في ان احنا نستخدمه تحت. كل الكلام ده هيبان واحنا ايه بنشتغل في مسألة التركيب على الدريم ويفر. اوكي كده خلاص، هنعمل خلفية ترانسفير. اوكي ونقول له فايل سيف از ويب، خليها بينج زي ما احنا متفقين، سيف. هنخرج بره ونعمل فولدر جديد اسمه نيوز، نسمي الصورة اسمها نيوز، نقول له سيف. اوكي يبقى احنا كده خلصنا تقريبا الجزء اللي فوق كله، قطعناه وظبطناه اللي هو الجزء ده كله بتاع الهيدر. هنبدأ نركبه بقى في الدريم ويفر. الأول نروح على مجلد الصور اللي احنا عاملينه، نخش على نيوز عشان نمسح الصور اللي احنا مش عايزينها. احنا كنا عاملين 4 صور بس، اللي هي الصورة التمدد اللي هو ده، ودي ادي صورتين، ودي صورة تانية هنا الجزء ده والجزء ده، ادي كده 4، وادي الجزء الخامس بتاعها. يعني احنا هنا عايزين في الفولدر ده 5 صور بس، مش عايزين اكتر من كده، اللي هي الصور اللي احنا قطعناها وعملناها. ادي 1 2 3 4 5، مظبوط كده. نمسح كل ده بقى، ديليت. يس اوكي. دلوقتي نروح للدريم ويفر، نقول انسيرت تيبل، هنقول عايزين 1 و2 كولوم، وعايزين مساحته 950 لان الديزاين بتاعنا 950، وهنخلي بقية القيم دي 0 اصفار زي ما شايفين، نقول اوكي. وبعدين هنيجي من الخيار الجن ونقول له سنتر عشان نخلي التيبل في النص. اوكي دلوقتي هنروح نفتح مجلدات الصور بتاعتنا واحد واحد كده، اللي هي ديزاين ايمج. هنروح للهيدر اول حاجة، هنسحب الهيدر كده ونروح على دريم ويفر ونقوم سايبينه هنا بالشكل ده، ونقوم ساحبين التيبل بالطريقة دي كده. اوكي وبعدين هنقوم ماسكين اللوجو بتاعنا ونقوم ساحبين حاطينه هنا برضو، نقول له اوكي، هيجي اللوجو بالشكل ده كده. اوكي هنقوم دايسين هنا في التيبل ده، بيبقى بالشكل ده. هنعمل سيلكت للكولوم اللي هي البتاع دي، هنعملها ازاي؟ هندوس هنا وندوس على الايكون اللي طلعت دي اللي هو الكولوم ده، الخلية دي، ندوس هنا ونقول له سيلكت كولوم بالشكل ده. وبعدين هنيجي من هنا ونقول له توب، هتطلع الصورة لفوق بالشكل ده، هيدينا مساحة ان احنا نحط هنا جداول. المهم هنروح لانسيرت تاني ونقول له تيبل، احنا عايزين واحد واحد بس. اوكي زي ما شايفين عملنا الجدول اهو بكل بساطة. احنا عايزين جدولين، واحد يكون خاص بالاخر اخبار، واحد يكون خاص باجدد المواضيع. هنقول له انسيرت تاني، تيبل تاني، نفس الكلام تاني، عندنا جدولين في النهاية بالشكل ده. بس طبعا هنا لازم نقلل حجم التيبل، احنا عايزين بس نشوف الصورة دي مساحتها قد ايه الاول. هنروح للهيدر ايميجز، كليك بس على الصورة كده وندوس عليها وكليك يمين عليها ونقول بروبرتيز ديتيلز، الصورة عرضها 699، يبقى احنا هنعمل الجداول اللي تحت دي 699، يعني نيجي من هنا مش 950، 699.
واللي فوق ده برضو 699 كده، يبقى تمام. اوكي هنيجي هنا ونعمل انسيرت تاني لتيبل تاني، هيبقى 699، وهنخليه 3، هنخليه 4 كولومز. نكمل بقى الدرس الجاي بإذن الله عشان وقت الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.